السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير وعلى خير وتكون ان شاء الله اموركم كلها مزيانة. فيديو جديد غادي ناخذكم معايا في واحد الجولة في ليدل ونشارك معكم الجديد ديال الاسبوع الحالي اللي حنا فيه. صراحة هذا الاسبوع هذا البنات كاينين هميزات زوينين سيرتو في هاد الحويجات ديال الدار، فخليكم معايا حتى الاخر وما تمشيو فين. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما، والا كنتو كتشوفوا القناه لاول مره ما تنساوش الاشتراك وضروري من تفعيل الجرس باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد ديالي. خليكم معايا وما تمشيو فين. اول حاجه البنات منزلين هاد لي كويت هادو ديال الناموسيه ديال جوج بلايص لي طوماتريمونيالي، ولا حتى الناموسيه ديال البلاصه سينغولو. بالنسبه لجوج بلايص ديري لها 30 الاورو، وبالنسبه ديال البلاصه تقريبا ديري لها شي 15 الاورو. صراحه زوينه لا كاليتي ديالهم البنات، انا كنت واخده منهم ودوزو عندي واحد المده ومن بعد بدلتهم وخديت من ايكيا. صراحه لا ديال ايكيا لا ديال ليدل حتى هما زويونين، والاثمنه ديالهم كتبقى مناسبه. الى مشيتو هاد الاسبوع راه غادي تلقاوهم منزلين ديال جوج بلايص وديال بلاصه. وبالنسبه للاخوات في الفيديو اللي فات كنت شاركت معكم واحد اللقطات من بيت بنتي، وبزاف اللي سولوني على ليزار اللي دايره في بيت بنتي، خديتهم من ليدل وكنت شاركته معكم في واحد الفيديو. وحتى هاد الاسبوع راه منزلينهم غير باشكال وحده اخرى. المهم كاين ديال جوج بلايص ماتريمونيالي ديال جوج بلايص، وكاين سينغولو ديال بلاصه، كاين ديال البنيسات هادو ديال برانسيس، ولا كاين ديال الوليدات. المهم راه فيهم بزاف ديال لي موتيف. الى مشيتو كما قلت لكم راه غادي تلقاوهم وفيهم بزاف ديال الاختيارات وباثمنه مناسبه. وكاينين حتى دوك لي زور اللي كيكونوا بلاستيك اللي كنغشيو بهم بحال هكا الماطلة، حتى هما كاينين بجميع الالوان وتقريبا دايرين شي 8 اورو. منزلين هاد البلاطو هذا الشهير تقريبا دايرين ليه شي 9 الاورو. المهم راه ديال العود، في ايكيا كاين جوج اختيارات، كاين ديال العود وكاين حتى ديال البلاستيك. هذا الا بغيتو تفركسو على ريوسكم بحال هكا توجدو في طير ديال الصباح وتفطرو في الفراش ديالكم. المهم مره انسان كيبغي يدلع راسو وكيبغي يفشش راسو، علاش لا. المهم البنات الا مشيتو راه غادي تلقاو صراحه لا كاليتي ديالو ديال العود زويونه. تقدروا تحيدوا ليه الرجيلات وتخدموا غير بلاطو عادي تقدموا فيه بحال هكا اتاي ولا القهوه، علاش لا. صورت لكم شويه من البلاصه اللي منزلين فيها الحوايج. المهم عجبوني هاد البيجامات هادو دايرين لهم 9 الاورو، حتى لا كاليتي ديال القطن ديالهم زوينه وفيهم كاع لي طاي من الاس حتى للاكس ال. المهم البنات كاينين حتى البانتوفات دايرين لهم فيهم مشكيلات زويونين صراحه ولوينات زويونين، دايرين لهم 5 اورو كيف ما كتشوفوا معايا. كاينين حتى التقاشر المقطنين، دابا راكم عارفين حنايا داخلين على فصل الشتاء، فمره كيحطوا هاد الحويجات هادو ديال البرد وباثمنه مناسبه صراحه. منزلين هاد البلايد هادو بالوان مختلفه كيف ما كتشوفوا معايا، في الكري في الزرق في البياض في هكا في الالوان مشكله، دايرين لهم 9.99 اورو. وصراحه الصباح لقيتهم كيتخاطفوا عليهم، كينفعوا دابا في الوقيته ديال البرد كيسخنوا لان التوب ديالهم كيكون مقطن وكيسخن. من بين العروض ديال الاسبوع الحالي هاد العرض هذا ديال نوتيلا، هاد القرعه ديال البنات راه الكبيره اللي فيها 2 كيلو 900 غرام. المهم راه ناقصين فيها تقريبا شي اورو 50. صراحه انا مره فاش كيكونوا هاد الهميزات هادو كنستغلهم، لا بحال هكا في الشوكولات في القهوه في لي بات، بحال هكا في تيد في جافيل، بزاف ديال الحويجات اللي خاصني في الدار، حيت هذيك اورو 2 اورو 50 سنتيم راه كتفرق حتى هي في التقضيه، علاش لا نستغلوا بحال هاد الميزات. منزلين هاد الموبل هذا اللي صراحه حمقني الشكل ديالو، دايرين ليه 64 اورو، كيجي بحال الشكل ديال السلوم وفيه لي زيتاجير. المهم راه فيه في الايطاج الاولى فيه مجر والاخرين كيبقاو غير بحال هكا مسيطرات. زويون البنات الشكل ديالو، تقدروا ديروه في الصالون، تقدروا ديروه في الكوزينه، تقدروا ديروه في الحمام، كيجي حتى في الحمام غزال. انا شفت بزاف ديال الفيديوهات اللي دايرينه في الحمام ودايرين فيه بحال هكا لي زاكسيسوار، كيجي زويون في الشكل ديالو.
البنات اللي عندهم وليدات ولا بنيتات صغار كيمشيو لازيلو كيبغيو يديروا لهم الميريندا، هادو راه كانوا من الاسبوع اللي فات ونقصوا لهم الثمن، ديري لهم تقريبا غير شي 2 الاورو. صراحه زوينين البنات لانهم فيهم بزاف ديال البليصات، تقدروا ديروا لهم مثلا شويه ديسير شويه المكسرات، زوينين في شكلهم، راه داروا لهم غير 2 الاورو. من بين العروض ديال الاسبوع الحالي هاد الهميزه هذه البنات ضروري فاش كيكونوا ناقصين منها ضروري ما كنتقداها. هاد القريعات هادو ديال الريحه راه معروفين ديال ليدل، سبق لي وشاركتهم معكم شحال من مره وبزاف ديال البنات كانوا خلاو لي في التعليق بان ريحتهم زوينه. المهم هاد الاسبوع راه ناقصين منهم اورو في القرعه بحال هكذا، الا بغيتو تاخذوا منهم كميه تعطيوهم بحال هكا كهدايا ولا غير ليكم نتوما علاش لا. المهم البنات راه طيله الاسبوع من الاثنين حتى للحد منقصين فيهم اورو في القرعه. في الايام العاديه راكم عارفين كيديروا 5 اورو، وهذا الاسبوع دايرين لهم 4 اورو. البنات اللي كيسولوني على الشطابه ديالي اللي كنت شاركت معكم واش صدقات زوينه، صراحه البنات لحد الان صدقات زوينه، غير انا ما كنتش خديتها من ليدل، راه شاركت معكم كنت خديتها من الموقع ديال امازون. صدقات زوينه عرفتو كتخلي الدنيا كتشعل، تفرتيت اي حاجه بحال هكا الا بغيتو تنقيو بين الفوتويات في القناه في الحيط، مهم راه كتنفع البنات. غير انا كنت واخداها بالخيط، هذه اللي منزلين هذا الاسبوع هذا في ليدل 5 فيلو يعني بلا خيط كتشارجا ومن بعد كتخدموا بها. بالنسبه للثمن دايرين لها 70 الاورو. المهم الا شريتوها البنات ضروري ما تخليو داك السكونترين ولا ديك الوريقه، لان راه فيها الضمان ديال 3 سنين، في اللومبالاج ديالها كتبين بانها فيها 3 سنين ديال الكارانتيه. ماكينه ديال الخياطه ب 80 الاورو، بعض المرات كينزلوا هذه اللي ب 80 وبعض المرات كينزلوا واحده اخرى ب 100 الاورو. المهم البنات اللي عزيزه عليهم الخياطه وكيبغيو يصايبوا شحال من حاجه في الدار، راه الا مشيتوا هذا الاسبوع كانوا بزاف ديال البنات قالوا لي نزهه مني يجيبوها، شاركيها معنا ولا بوستيها لينا. المهم راه غادي تلقاوها هذا الاسبوع هذا ب 80 الاورو. انا ما عنديش مع هذا الشيء ديال الخياطه، البنات اللي مهتمات تلقاوها منزله هذا الاسبوع هذا. منظمات غزالين اولا شبيكات غزالين البنات، وفي الالوان في البياض في الكري في الزرق كيف ما كتشوفوا معايا، وراه فيهم بزاف ديال الاحجام. هذا الحجم الاول اللي هو الكبير، هادو تقدروا ديروهم بحال هكا سليلات تنظموا فيهم بحال هكا هادشي ديال الطحين الدقيق ديال الزيت ديال التقضيه مثلا في البيت ديال الخزين، تقدروا ديروا فيهم الصبين ديروا فيهم الحوايج ديال وليداتكم. المهم متعددين الاستعمالات، وهادو راه البلاستيك ديالهم قاصح يعني ما كيعواجو ما حتى شي حاجه. منزلين هاد لافا بافيمنت ديال الفابوري يعني الماكينه ديال الجفاف اللي كتخدم بالفابور، دايرين لها 50 الاورو. صراحه انا البنات ما عنديش وما عمرني زعمت ناخذها، البنات اللي واخدينها ومجربينها يخليو لنا في التعليق واش زوينه واش فريمون تنقي الارض مزيان واش كتنفع ولا لا. المهم انا ما عمرني ما زعمت ناخذها من لا مارك فيالدا، ديما تقريبا كينزلوها. منزلين حتى هذه دايرين لها 20 الاورو، غير هذه بلا الضو بلا ضو، الاولى راه بالضو البنات كتخدم بالضو، هذه ب 20 اورو حتى هي كتبين لها لافا بافيمنتي يعني كتنضفوا بها الارضيه ديال الدار ديالكم. المهم الا مشيتو غتلقاو كاع هاد الهميزات وهاد الحويجات اللي خاصين بالتنظيف اللي خاصين بالدار كلهم منزلين هاد الاسبوع هذا. صراحه هذه عجبتني ولكن كنت انا واخده واحد الشكل اخر، غير ب 13 اورو راه كان سبق لي وشاركتو معكم، وصراحه كنضف بيه الدار زويون. لي بوكس كينفعوا صراحه، تقدروا ديروا فيهم بزاف ديال الحويجات الكتوبه الالعاب ديال الوليدات، ديري لهم 7 اورو. كيف ما شفتوا معايا البنات هذا الاسبوع هذا مخصينو كاع الحويجات هكا اللي خاصين بالدار ديال التنظيف ديال التنظيم، من بينهم هذا النشار هذا اللي دايرين لي 19.99 وديال الالومنيوم، وراه كتبان لا كاليتي ديالو مزيانه.
هادو شبيكات وحده اخرين ماشي بحال الاولين اللي وريتكم. هادوك البلاستيك ديالهم واقف قاصح، هادو عاديين حتى هما ديال التصبين بحال هكذا. المهم راه دايرين لهم 5 اورو، وحتى هما في الالوان، في البياض، في الكري، في التيركوا كيف ما كتشوفوا معايا، فيهم كاع اللوينات. هادو كلهم بنفس الحجم، ما فيهمش الصغير والكبير، عكس الاولين اللي وريتكم فيهم الكبار والصغار. مازال غادي نصورهم لكم. هادو البنات جايبين فيهم كاع الاحجام كيف ما شفتوا معايا، صورت لكم الكبارين ديالهم، وهادو المويان يعني المتوسط، الحجم المتوسط، دايرين لهم 2.99 اورو، وحتى هما بكاع اللوينات، في البيض، في الزرق، في الكري، وفيهم هكا اللي مربعين، وفيهم حتى هاد الشبيكات هادو اللي دايرين، اللي حمقوني صراحة في الشكيه ديالهم. المهم راه حاطين منهم كمية كثيرة بزاف، يقدروا يبقاو حتى الأسبوع الجاي. بالنسبة لي مبل البنات، حاطين بزاف ديال الشكيلات هاد الأسبوع على حسب داكشي اللي كتبغيو نتوما. المهم في الأول الفيديو وريتكم هذاك اللي داير بحال الشكل ديال السلوم، دايرين ليه 64 أورو، ومنزلين هذا اللي دايرين ليه 80 الأورو. هذا تقدروا ديروه في الحمام حتى هو، في الدخلة ديال الدار، في الكوزينة. المهم هما كاتبين عليه خاص بالحمام، كيف ما كتشوفوا فيه 3 ديال المجيرات، وفيه هاد بجوج ديال الطبقات بالرجيلات ديالو. كما قلت لكم راه حاطين بزاف ديال الأشكال، اشكال جداد ديال هذا الاسبوع، واشكال اللي كانوا بقاو لهم من الاسبوع اللي فات. كاينين بزاف، غير صورت لكم تقريبا شي 3 ولا 4، الاول اللي بحال السلوم وهذا كما قلت لكم، وكاين هذا اللي فيه المجوره، فيه 3 ديال المجوره عراضين، حتى هو زويون البنات في الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للثمن ديالو دايرين ليه 50 الاورو، فيه 3 ديال المجوره كبارين، تا هو يجي زويون في الدخله ديال الدار. كنتمنى الجوله اولا الدويره اللي درت لكم في ليدل تكون عجباتكم. انا عارفه بزاف ديال البنات كيعجبهم بحال هذا النوع هذا ديال الفيديوهات، كنحاول ننزل لكم واحد في الاسبوع ونشارك معكم فيه الجديد ديال ليدل، حيت هو اللي قريب ليا واللي قريب بزاف ديال البنات هنايا في ايطاليا. المهم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم اللي كتخليو ليا دائما. الا كنتو كتشوفوا القناه لاول مره، ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد ديالي. اللي تقدات شي حاجه ولا اللي شرات شي هميزه من هاد الهميزات ديال هاد الاسبوع هذا، كنقولها بالصحه والراحه وبالسلامه عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. نهاركم مبروك.